توجب علينا أن نجعل من التكوين قاعدة علمية قادرة على إبداع طرق لرسم مستقبل يحقق طموحات الجزائر في التنمية وفي الرقي والازدهار وتحضير النخب في مجالات الرقمنة ومهن الغد. وعلى جامعتنا المكلفة بهذه المهمة السعي لتوفير نخبة من العلماء في شتى الميادين، نخبة تدرك ما تريد وما يراد بها، قادرة على مسايرة عصرها والمشاركة في أحداثها وتطوراتها، نخبة واعية بالمصالح العليا لوطنها وتساهم بفعالية في التنمية الوطنية وفي حل المسائل المطروحة بإلحاء على المجتمع الجزائري، مثل توفير الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن التقوي وغيرها، والتي هي من أولويات البحث العلمي